ايه ده؟ أي الطفل اللي أنا بحبه؟ ده أنا هطبخ كوره لما أكلها بقى. يا لهوي ده في طفل لابس أزرق ورايا، طب أنا هسيب له الطفل الأزرق عشان يفرح مش مهم أنا. ايه ده؟ انا الطفل اللي انا بحبه، ده انا بتوقع لما اكله بقى. يا لا ده في طفل صغير ورايا وانا برضو جعان، طب انا عندي حل كويس، انا هسيب له التوفي هو ياكلها واكل انا الورقه. طعمها حلو قوي. والله يا دي خرجيه توفي. طعمها حلو قوي. ما تشوف ايه الخرجيه ايه بقى؟ ايه ده كيكه انا هاخد حته بقى واسيب للي ورايا حته. الله كيف انا اخد الحتة بقى سدي بقى اللي ايه ده الله كيكا ده هموت من الجوع لما اكل الحتة بقى ها اسيب بقى الحتة ديت للطفل اللي وراه عشان يفرح زينا الله كيكا الشوكولاتة ايه ده؟ قال له فين البطيخ؟ ده انا جعان قوي اما اكلها بقى. يا لا ده في طفل يعني صغيره ورايا، لو انا هسيب له الطفل البطيخ ده عشان يفرح مش مهم انا. ايه ده الله تفيد؟ طب لازم ده مش هبقى غير جمال ايه ده مصاصه الوان انا هاخد واحده بقى اكلها في البيت مش هبقى غير جمال ايه ده مصاصه الوان لما اكلها بقى يا لا ده في عيل صغير ورايا لو انا هسيبها له ومش مهم انا كنت فرحة بس قبل السوشي اروح اكلها في البيت بقى ايه ده ما سيبليش حاجه